الشيخ علي القطان اللي كان مع مبارك في العمره ومسكه من قدمه وقال له اتقي الله، فمبارك رجعه معاه في الطياره وحبسه 15 سنه عشان كلمه اتقي الله. الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. ان الله عز وجل يضرب المثل لنعتبر انه هو الملك سبحانه وتعالى وهو المتصرف لخلقه، وانه لا معقب لحكمه، وان الله عز وجل يجري السنن والايام ليعلم من علم ان الله عز وجل هو الحي الذي وانه وقد حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما وانزل الشرائع كلها لتحض على العدل. فان الذين تجبروا وطغوا في البلاد واكثروا فيها الفساد هم اعداء الله عز وجل، كما انهم اعداء لشعوبهم. فهذا كان حالنا مع هذا الذي خلع الله عز وجل ملكه وابطل صولجانه وكسر انفه، ومن يهن الله فما له من مكرم. واليوم نحن في مشهد جديد، وهذا المشهد الجديد نحن فيه وقد شرفنا الله باختيار رئيس آخر، رئيس اخترناه بمحض إرادتنا، ونحن إذ اخترناه يجب أن نبايعه بيعة ترضي الله، ولا بيعة إلا على الإسلام، لا نبايع إلا على الإسلام، هذا الدين الذي هو كمال النعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا الدين هو تمام النعمة وهو رضوان الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. فنحن نبايع رئيسنا الجديد على الإسلام ما حيينا، وأننا وراءه ومن أمامه ومن يمينه وعن يساره نحن معه مؤتلفون على هذا الدين بإذن الله. ولذلك لا نرضى أبدا بأن يخصم منه أحد إرادتنا، إن هذه الإرادة المجموعة التي اجتمعنا عليها وبايعنا لا تخصم ولا تحذف ولا تشطب ولا يساوم عليها. فنحن نقف مع رئيسنا ونطلب حقه كاملا في أن يقود هذا البلد بتوكيل مواطنيه، وأن هؤلاء الذين اختاروه هم أصحاب هذا البلد وليس بضعة أو حفنة من الموظفين. لا يمكن أبدا أن تكون المحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى، مع احترامي لجيشنا الباسل، أنه يشطب من إرادة شعبنا، هذا لا يصح أبدا. وإن احترامنا المتبادل لهم أن يكونوا مننا أفرادا في هذا البلد ومواطنون يحترمون إرادة شعبهم الغالب. وهذا الشعب الذي خرج في الانتخابات بمحض إرادته وقال كلمته فكل العالم يحترمها، ولا يمكن أن نقبل أن تخصم ولا يمكن أن نقبل أن تحذف أو تشطب. فالرئيس يجب أن يتمتع بصلاحياته كاملة، ومجلس الشعب هذا مجلس منتخب هو أكبر سلطة في هذا البلد، دستورية أكثر من المحكمة الدستورية التي عينها مبارك وسقط بالإدانة وحكمهم عليه برغم كل تخفيضات الحكم بأنه رجل مدان بالسجن المشدد. فكيف للرجل المدان بالسجن المشدد أننا نحترم اختياراته التي اختارها وبسطها؟ هو كان متهما بالفساد كله وثبت عليه، ولكن هذا المجلس لم يتهم لا بفساد ولا بشيء. هذا المجلس انتخبه الناس ليعبر عنه، فيجب أن نتيح له الفرصة كاملة ونقف من ورائه ونقول
لكل الناس هؤلاء مندوبون عنا، وهؤلاء نواب لنا يجب أن يحترموا ولا يمسوا. وكذلك هذا الرئيس، هذا رئيسنا وقائدنا، نحن بايعناه، هذه الصناديق بيعة، هذه الصناديق التي انتخبنا فيها الناس هي بيعة، ونحن لا نبيع ونشتري يعني بالقروش، نحن نبيع ونشتري لنرضي الله. فنحن بايعناه بيعة لله أننا نثق في دينه ونجتمع معه على هذا الشرع وعلى هذا الإسلام. وكانت أول بيعة للمسلمين لأبي بكر، قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاه لدنيانا؟ فبايعوه على هذا. فإذا كنا ننشد أي شيء فإننا نرجو فيه رضا الله أولا، ونأتمن فيه صاحبه على دينه أولا، ثم نوكل بعض أو كل شؤون حياتنا بعد ذلك ونحن مطمئنون. فنحن اخترنا رئيسنا هذا ونحن نحسن به الظن، محمد مرسي. وهو أيضا يحتاج منا أن نقف وراءه بالتأييد، بما أننا انتخبناه لا نسمح لأحد أن يعوقه، ولا نسمح لأحد أن يمنعه من أداء ما انتدبناه له. نحن انتدبناه لقيادة هذا البلد، ونحن نقف معه كمواطنين مؤيدين، ما كان مطيعا لله ورسوله، وما كان داعيا إلى الله ورسوله، وما كان يعني على دين الإسلام، فنحن معه. ولا نرضى أبدا لأحد أنه يعني يخصم منا إرادتنا. ونقول والله للقبط في مصر، يعني لا تفزعوا، إن هذا يعني ليس عدوانا أبدا. والله إن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أوصى بالقبط خيرا، وقال سيفتح الله عليكم مصر من بعدي فاستوصوا بأهلها خيرا. فنحن موصون في ديننا بأن نحسن إليكم، ويعني ديننا هذا يعني هو حبل الله المتين، يعني الذي يعني لا يزيغ عنه إلا هالك يعني. فنحن نحترم يعني ما أوصانا به نبينا ونحافظ عليه. فالمسألة مسائل يعني تدعو كلها إلى الأمن والسلام وتحقيق الرخاء، وليس يعني فيها عدوان على أحد يعني. أنا